كيف تأسست القاعدة؟ ماذا بعد أسامة بن لادن؟ القوة لمن يسيطر على الطاقة. يكفي أن تسقط اليونان، إيران هي من ضمن قيادة الوسطى الأمريكية. هي عملية من النوع تتطلب الاستعلام الدقيق. البرنامج الوحيد ما منعرف سوريا لوين رايحة، ما الذي يؤكد لإسرائيل أنه فعلا حققت النجاح، اللي بيحلل سياسات دول العالم. سيذهب العالم بالمنطقة إلى نظام إقليمي جديد. جنرال فيو ابتداء من الجمعة 31 الشهر الساعة 11 المساء على الام تي في.